معكم انا حسين صبان من تمن بين دينار بين دار وبرار وانوار. الناس المعارك اللي كانوا قويين على الوطن وكيحبوا الوطن ودافعوا على الوطن، انا جيت لعريش هنا مقاول مقاول هذا. لكن زين درنا هذيك الجمعيه سميناها جمعيه، كان واحد الجمعيه كنسميناها ادران ادران وما خدمت شي، كان سموها ادران خدمت واحد الجمعيه كيما خدمت شي وسمينا هذه جمعيه افاس النسر الاكلديه والثقافه الامازيغيه. هذه دابا 3 سنين هي قطعتي وعارفه الناس ديال العرايش والناس ديال العرايش كيحبوها وكيجيو عندها وكيبغيوها، لان عطات بزاف المسائل وعطات لابيلاس عطات واحد العدد ديال الكوفات ديال الكوفات وعطات ديال الكسوة وعطات الناس. نعم، جمعية إفاس سرحان تحتفل السنة السابعة على التوالي والتكريس السنوية يعتبر مدينة العرائش من الأوائل التي اعتبرت بالسنة الأمازيغية. ماذا يعني بالنسبة للتكريس التكريس السنوي كل سنة؟ احنا السنة الأمازيغية ديال الدورة السابعة، لأن جمعية إفاس سرحان كدير واحد المجهود اللي غادي يبقى هاد الشيء كل سنة عطلة إن شاء الله كل عام، وكنطلب بحال الجزائر بحال تونس بحال ليبيا اللي غادي تكون سنة بحال السنة الهجرية والسنة الميلادية والسنة هذه غادي تكون حتى هو سنة الأمازيغية، لأن دائما كنقولوا 2001 اللي دار سيدنا السادس نصره الله جمع الأمازيغية لجانب اللغة العربية، 2011 اللي رصد في الدستور ومات للأسف من الترجمة. كاينين الناس اللي عندهم معارضة على الأمازيغية، هي الأمازيغية الناس أحسن بشر أحسن الناس ناس مزيانين، وراه كتعرف دابا قلتها لهم واحد دايما نقول لهم إن الملك ششيلم اللي أعطى بنتو لسيدنا سليمان هذيك هي كتحسب 2079. من بالنسبة لهذه السنة هذه أنتم دائما كتحرصوا دائما كل سنة كيكون عندكم ضيوف، يعني ضيوف ديال السنة شكون اللي كان الضيوف السنة هذه؟ ضيوف اللي جاوا هذا العام الجمعية اللي عرضتوهم هذا العام هذا؟ كيجيو عيطوا من هولندا، جا ديال كاين بن محكمة لاج، كاين سعيد عقابي رئيس الجمعية بس مسرحي الجمعية الكبار، جاو غادي يعطيو للعرايش، راه قالوها هما اللي قالوها اللي غادي يعطيو للعرايش بزاف ديال المسائل. لومبيلونس لا دابا شنو دخلوا دابا لومبيلونس جابوها لومبيلونس لومبيلونس شراو 40. شنو هو الدعم واللي كيقدموا للجمعيه بالنسبه للجمعيه اللي كيقدموا للجمعيه؟ باقيين حنا بغينا غير على لومبيلونس يقدموا لنا شي حاجه اخرى بزاف ديال بزاف اللي غادي يقدموا هنا للعرايش. هذا هو اللي بغينا، هو الاستاذ هو الاستاذ كمال هو غادي يقول لك. نعم، واللي الجمعيه دائما كتشكى ان ما كتلقاش الدعم، الجمعيه ديالكم ديال افاس سرحان ما كتلقاش الدعم يعني كافي يعني باش تقوم البرامج ديالها. كاين الناس ديالها اللي كيخدموها، وكاين الناس التعاونيه الريمان اللي كتعاون، وكاين شي بعض الناس اللي كيعاونوا الجمعيه كتعطينا مثلا دعم شي قليل اللي كنخلصوا به غير المقر ما كيوصلش، والانشطات كنديروا انا كاين الاخوان كاين انا وكاين الاخوان، والحمد لله يمكن الجمعيه غادي تخرج تشوف الناس الاخرين اللي غادي يدخلوا في الجمعيه. بالإضافة إلى ذلك هذه السنة نظمتوا ندوة يعني بمناسبة السنة الأمازيغية اللي كانت في أستراليا. يعني ندوة البارح الهوية الأمازيغية والآفاق والتحديات اللي ديرنا، كان الدكاترة والأطفال كانوا عطاو التعريف وعطاو كل الأكل الأمازيغي اللي مهم، الأكل الأمازيغي كبير اللي كل على النوع ديال الأكل الأمازيغي. بالإضافة إلى ذلك تكون هذه المناسبة إظهار الهوية الأمازيغية في اللباس والأكل يعني في الثقافة الأمازيغية. كيفاش أنتم كتظهروا الهوية بالنسبة لمدينة العريش اللي هي مدينة بعيدة على يعني هذا مزيان الناس ديال العريش كيحبوا وجاو الناس يعني هو مكون أساسي في مدينة العريش، يعني الأمازيغ عندهم حضور قوي في مدينة العريش. وحتى العريش راه أصله أمازيغي،
كروشي راسو ان سي دي راه غادي تمشي كاين توصلوك كاين الشوال كاين هادي كاين راه غادي نقول لك التاريخ كاين زمان كاين قصر كبير كاين بالاضافه الى ذلك كان شكون هناك تكريم للشخصيات الحاضره يعني كنت التكريمات اللي كانت هاد العام السنه هذه التكريمات كنعطيوهم التكريمات الجوائز ديالهم عطيناهم الندوه ديالهم كرمناهم وحنا بقينا بزاف ديال الحوايج اللي غادي تخلو مع رئيس ومنهم الاستاذ كمال قال لي بسيدي اخي فكر علاش غادي نجيبوا الاطباء من اوروبا من هولندا غادي يديروا العمليه تاع الباطا في بعض الناس اللي المعوزين ويدخلوا باش يديروا واحد بوسيون اخر لا ممرضات ولا غير باش يتكونوا بحال الطب العام. نعم، وبالنسبه للبرامج ديال الجمعيه في التعريف بالهويه والثقافه الامازيغيه كنعرفوا ان الجمعيه كتقوم مجموعه انشطه سنويه يعني شنو هي يعني البرنامج ديالكم السنوي جبتوا فيه شي حاجه جديده؟ البرنامج ديالنا اول كتقرب الدراري القران الانفورماتيك دخلت واحد العدد ديال الكيسيات الانفورماتيك كاين دابا الناس ديال البكالوريا راه كيديروا تما الماط بالنسبه للاستاذ الماط كيديروا مع الماط وكاينين الناس اللي كيقراو فرنساوية الدراري السابع الثامن السابع الثامن وحنا غاديين الانشطه اللي كنديروا كنديروا بزاف ديال الانشطه ما نقدرش نقول لك عندنا بزاف وحنا كنديروا مع الناس المعوزين اللي عندهم حاجه في السبيطار كنديروا له كنمشيو كنتفاعلوا عليها اللي عنده شي دويله قدرنا نشريو ليه واش نقول وهذا المره دفعنا الكسوة لبني ملال دفعنا الكسوة في فرنسا ودفعنا الكسوة في بلجيكا وعندنا الكسوة غادي نعطيوها ثانية نعم بالاضافه الى ذلك الاحتفال السنوي كيكون مناسبه ديال الاظهار ديال المواهب والابداعات ديال الشباب ديال الجمعيه سواء في الغناء سواء في التقديم ديال الحفل اللي كشي هاد السنه لاحظنا بان عندكم الشباب هما اللي ديالكم والشابات هما اللي قدموا الحفل هذا اظهار ديال المواهب والطاقات اللي كتقرا ديال الجمعيه واش عندكم هاد السياسه ديال اظهار كل البنات حنا كنربي واحد الجيل اللي غادي يكون المستقبل كنربي واحد الجيل بحال قد هذاك البنت الصغيره قال له ملي خلقت انا في جمعيه ديال ناس الزرعان اللي بغى يجي جمعيه ديال الزرعان يتربى يجي ويتربى ويتعلم الادب يجي جمعيه ديال الزرعان